للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الإعلامي والكاتب الصحفي السوري الأستاذ نورس العرفي. أهلا بكم سيد نورس إلى هذه الجولة الإخبارية من إدلب. ما هو الهدف من التصعيد وإحراق المحاصيل هناك؟ أهلا بكم وبجميع مشاهدي قناة الرافدين. طبعا نحن نعلم بأن النظام كما تفضلتم قبل قليل يحارب الشعب السوري بشتى أنواع الأسلحة حتى بأرزاقهم. هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف بها نظام الأسد المحاصيل الزراعية بالقذائف الحارقة بمادة النابالم لإحراق قوت الشعب. طبعا المعروف بأن سوريا يعتمد أهلها كثيرا على الزراعة كمورد أساسي للغذاء، كمورد أساسي للمعيشة. لذلك النظام يقوم باستهداف تلك المحاصيل بحرقها. طبعا هذا غير مستغرب على نظام يقتل الأطفال، يهدم المنازل على رؤوس ساكنيها. هي عبارة عن نوع من أنواع الحروب الكثيرة التي يخوضها نظام الأسد ضد الشعب السوري لإخضاعه لحكمه. ذلك الشعب الذي رفض خلال 9 سنوات أن يعود للنظام ولحكم النظام وهو يرفض الآن ويقدم الشهداء والضحايا لكي لا يعود إلى هذا النظام المجرم الذي يقوم بقتله كل يوم. إذن هي أحدى طرق الحرب التي يستخدمها النظام لقتل وإذلال وإخضاع، لمحاولة طبعا إخضاع الشعب السوري الذي يابى ذلك ولن يخضع مرة أخرى لذلك النظام. النظام أو أوطارات الروسية اليوم وسوريا قامت بقصف منطقتين أو قريتين. نعم. وأيضا قامت بقصف خان شيخون جنوبي إدلب، 25 مدنيا قتلوا حتى هذه الساعة حسب ما تورد من الأنباء. ما الهدف من سياسة الأرض المحروقة في إدلب؟ طبعا الثوار شنوا معركة مضادة على مواقع قوات النظام. قوات النظام أبرمت هدنة من طرف واحد رفضها الثوار منذ ما يقارب أو أكثر من أسبوعين. أرادوا من خلالها أن يبقوا على كفر مبودة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها. الثوار رفضوا ذلك، قاموا بمعركة معاكسة، تقدموا استطاعوا من خلالها أن يتقدموا ويسيطروا على عدة قرى وعلى عدة مناطق. الأمر الذي أحرج قوات النظام، أحرج القوات الروسية التي تتباهى بترسانة الأسلحة التي لديها. تقدم الثوار جعل قوات النظام والطيران الروسي يستخدم الطريقة المعهودة لديه. طريقة الأرض المحروقة هي طريقة النظام وطريقة القوات الروسية في الهجمات. تخرج الطائرات، تمشط المناطق، تبيد الأخضر واليابس، تحرق الأرض قبل أن تتقدم تلك القوات لتسيطر على تلك المناطق. طبعا أيضا النظام من خلال هذه الغارات يريد أن ينتقم من المدنيين. هو لا يقصف مناطق عسكرية، هو يقصف مناطق مدنية، يقتل نساء، أطفال، أبرياء لا ذنب لهم، في عملية انتقام من جميع مكونات الشعب السوري. طبعا الثوار في بداية المعركة وبداية انطلاق المعركة وبعد تقدمهم على عدة مناطق بدأت حركة نزوح من قبل أهالي تلك المناطق التي هاجمها الثوار. أصدر جيش العزة والثوار بشكل عام أصدروا بيانا يقولون لهم فيه للمدنيين بأن لستم أنتم المستهدفين، نحن نقوم بمحاربة النظام، لا تنزحوا من بيوتكم، أنتم آمنون بها، عكس النظام الذي يقوم بتلك العمليات، يقوم بالقصف، يقوم بحرق الأرض المحروقة انتقاما من الشعب. شكرا لك الأستاذ نورس العرفي الكاتب الصحفي والإعلامي السوري، كنت معنا عبر الهاتف.